خويا الحبال هاود الحبال من هي مره. هنا بسوق المواشي بسطيف، فبمجرد أن يعثر المضحي على كبش يليق مع قدرته الشرائية حتى تخرج له مصاريف إضافية لم تكن في الحسبان، فشراء الحبال والتبن ونقل الأضحية إلى البيت تتطلب زيادة مبلغ يفوق قدرها 3000 دينار جزائري في الكثير من الأحيان. المصروف تاعو تاع الخيط هذا بركة واقدة ما بانش قدروا يبيعوا فيه ب 20000 50000، تخرجوا من السوق تديه هنا برك يقول لك 100000. مصاريف تاعو رايحه حتى 300000، هذا ابن تمزال ما خرجش الخروف من السوق تاعك. 300 مصاريف فيه. هنا عندك خيط تاع كبش تكركر به الكبش، عندك خويا شوي قرط تشري الخروف، عندك النقل ثاني هو واحد 100 دوكا ولا. دوكا كيما الخروف كيما هذايا يخرج البطاط على 80 قدام. ها؟ وين راهي؟ وطلعوا في واحد 70 ولا شوي بعيد يقول له 100. نقولوا الحبل نحيوه. باسكو كون عنده كراج ولا هذاك يحط في الكراج والسلام عليك. مش بالصوف. ومن جهة أصحاب هذه المهن لبيع مستلزمات عيد الأضحى الذين يعتبرونه فرصة ثمينة للاسترزاق ولو كان منصب عمل غير دائم. كل مناسبة نجيو تاع العيد هذه نجيبوا لماس نجيبوا شواقر نجيبوا قشات الأضحية الحبال يا أخي وأنا مع العيد وخلاص. نسترزقوا والحمد لله. عندي ليسونس في الحقوق. فهمت كيفاه؟ ما لقيتش بلاصتي راني في الحمص. ولاقي راسي والحمد لله خويا. هام جماعة معايا خدموا والوالدة طيب لي وناس استرزق معانا وانا ناكلوا في الخبز وخلاص والحمد لله. كي لحق العيد هكذا نبيعوا الخيوط، الناس اللي يسروا المال اللي باه يعيدوا نبيعوا لهم الخيوط يشريوا بها. وحنا استرزقوا وخلاص، هذا من هذا وهذا برب العالمين. يا خويا احنا كي يجي العيد نبيعوا واحد باله، واحد خمسه، واحد عشره. هذا مكسب. وأنت تشاهد هذا المضحي بالكاد أن يتنفس السعداء من مصاريف السوق حتى تقع عينه على ما ينتظره من أدوات السلخ والرفع والتقطيع وما تعلق بشواء، فحدث ولا حرج.